إدهام نابلسي. أربعة، هيقف على خشبة إكس فاكتور. صوتك بيلمع بالطرب وبالحنية وبالإحساس. أنا بس بدي أقول إنه أنا اليوم كثير مبسوطة منك. أنت رح تكون نجم على كل المواهب وعلى كل البرامج الهواة. كسرتونا المسرح واليوم ولعتونا المسرح. الليلة أغنيتين، فرصتين لحجز التذكرة للأسبوع النهائي. فريق حسين الجسمي، إبراهيم، محمد. اشترى الجمهور كده بتلاقي يولع. فريق كارول سماحة، يانج فيرو. لا سمح الله نطلع بهالاسبوع، بدي فرجي اجمل شيء عند اليونغ فيروز انا بهالاسبوع. فريق وائل كفوري، ادهم. ادهم عمل اسيرانس والاسيرانس بتغطيه وراح تغطيه هو. انا برجع باكلكم انه اليونغ فيروز اكيد على الفاينلز. اللي عنده اثنين مثل ابراهيم والريفي في فريقه مش لازم يخاف. مباشرة من مسرح دي اكس فاكتور، حلقة جديدة مليئة بالفن والمنافسة مع يسرى اللوزي وباسل الزارو. مساء الخير. ملامح الكسبان ابتدت توضح اكتر واكتر. ناقص اسبوع ونعرف مين من الاربعه اللي هتسمعوهم النهارده هو اللي هيحصل بفضل تصويتكم انتوا على لقب The X Factor. على مدى اسابيع كنا الشغل الشاغل لكل الوطن العربي، تميزنا عن غيرنا وقدمنا مواهب جديده. النهارده برنامج اكس فاكتور وصل للاسبوع قبل الاخير. خلقنا حاله مميزه انطلقت من شاشه سي بي سي مصر، روتانا خليجيه، ام تي في لبنان، ومادي ان تي في المغرب علشان توصل لكل مشاهد عربي. المشتركين عددهم قل، بقوا ثلاثه وفرقه واحده، كلهم عينهم على اللقب وهدفهم يوصلوا للنهائيات دي اكس فاكتور. في حلقه النهارده هتشوفوا المشتركين مرتين وكل واحد منهم هيقدم اغنيتين. ودلوقتي الأربعة اللي ادوا معنا جديد للمنافسة وورونا الرقي العالي حتى في أشد اللحظات، رحبوا معنا بلجنة تحكيم إكس فاكتور. النجم حسين الجسمي، النجمة إليسا، النجم وائل كفوري، النجمة كارول سماح. إليسا، وائل كفوري، كارول سماحة. في الأسبوع ده اللجنة متمسكة بفرقها ومفيش حد عايز يخسر المنافسة بعد ما وصل لأسبوع واحد قبل النهائيات. إليسا، ازيك؟ كويسة الحمد لله. معنويات عالية؟ الحمد لله دايما. إليسا لسه عندك نفس الحماس اللي كان موجود قبل ما تخسري كل أعضاء فرقتك؟ لا، حماس اكيد فيه، بس حماس من نوع ثاني لانه اكيد عندي تعاطف و يعني وفي ناس اقرب لإلي من المشتركين، بس ما حدا بحل محل البنات يعني اكيد. بس لا متحمسه صراحه لانه صرنا بمحل انه
بدنا نجم يعني. حسين مساء الخير. مساء النور، يا هلا مرحبا فيكم. يا هلا. من اول البرنامج وانت نعم. مصر ان اللي عنده الاكس فاكتور من فريقك. نعم. واحنا دلوقتي على بعد اسبوع من النهائي وانت الوحيد اللي عنده مشتركين. الحمد لله. هل ثقتك في انه فعلا واحد من فريقك هو اللي هياخد اللقب زادت؟ اول شيء التفاؤل ما زال موجود. اللي اعطاني الثقه والتفاؤل هذا ادائهم وروحهم في البرنامج. اكيد اني اوجه الشكر يمتد يعني شكري للجمهور اللي ساندهم وصوت لهم، والى اللجنه الكريمه اللي اعطتهم نصائح ويا ريت انهم سمعوا فيها، والحمد لله ملاحظين على ادائهم والتطور. ما زالت الثقه موجوده، وما زلت اتوقع او شاد على حيل فريقي، ان شاء الله يكون الاكس فاكتور من فريقي. شكرا. كارول، اخبارك ايه النهارده؟ انا كثير منيحه بحضوركم وبطلتكم الحلوه اللي جايه، وفي ازرق وكده وفي كارول. يونغ فاروز ستريت تو ذا فاينلز، دي العلامة المسجلة بتاعتك اللي بقالك أسابيع وأسابيع بتقوليها. بقولها مظبوط. ناقص أسبوع واحد على الفاينلز. حاسة إنه ده ممكن يحصل فعلاً؟ أكيد 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 طبعاً. أكدوا فرقة يونغ فاروز، أكدوا هذا الكلام وأثبتوا هذا الشيء كل نهار خميس لما عم بيطلعوا على المسرح وعم بيقدموا شيء رائع. أكثر فريق كان محترف، أكثر فريق برهن عن موهبة حقيقية، وأنا متأكدة بعد كل ما قطعوا هالمراحل إنه رح يوصلوا الأسبوع الجاي بالحلقة الأخيرة وحيكونوا الإكس فاكتور إن شاء الله. وين؟ إزيك؟ مساء النور. مساء الفل. المنافسة بينكم وبين بعض كلجنة تحكيم قد إيه بتزيد كل ما بنقرب للنهائي؟ هلا بتزيد، بس إذا حسين مصر إنه أحد المشتركين تبعه إنه ياخذ الإكس فاكتور وكارول لشو انا لازم فل اليوم ما بعرف صراحه نحن عم نعطي معنويات. منافسه يا وائل، منافسه منافسه منافسه. نحن عم نعطي معنويات لفريقنا. لا عم بمزح عم بمزح. ايه اكيد المنافسه موجوده والحماس موجود، وان شاء الله يعني كل انسان قديش بيجتهد الناس بتحبه وبتصوت له، واكيد هو اللي راح يحمل اسم اكس فاكتور بالنهايه. شكرا للجنه التحكيم اكس فاكتور. المشتركين مستنيين رسائلكم وبيتواصلوا معاكم من خلال فيسبوك The X Factor Arabia وتويتر at X Factor Arabia، واحنا هنكون معاكم خلال الحلقه من بيبسي روم عشان نرد على اسئلتكم ونقرا تعليقاتكم. بالاضافه للقب The X Factor، واحد من المشتركين هياخد الجائزه الكبرى، عاد انتاج موسيقي من سوني ميوزك وروتانا للصوتيات، وكمان هيكون نجم من نجوم بيبسي. ودلوقتي كل الخطوط اتفتحت وبدا التصويت. أصواتكم كانت بتخلي الاثنين اللي بيحصلوا على أقل نسبة تصويت بيواجهوا بعض في الآخر، والكلمة الأخيرة كانت دايماً بتبقى للجنة. النهاردة المهمة صعبة والمسؤولية مختلفة، لأن من الأسبوع ده تصويتكم لوحده هو اللي بيقرر مين هيتنقل للحلقة النهائية. الأرقام الخاصة بالتصويت من كل بلد بدأت تظهر قدامكم على الشاشة، وخلال الحلقة هتظهر أرقام المشتركين. خليكم دايما فاكرين رقم البلد اللي هتصوتوا منها، وما تنسوش انه القرار بين ايديكم. الخطوط مفتوحه لبكره الساعه 6:10 بتوقيت جرينتش مع مراعاه فروق التوقيت في الدول العربيه، ولاي معلومات اضافيه خشوا على axfactorarabia.com. يونغ فاروز، ابراهيم، ادهم ومحمد الريفي هم اللي مكملين التحدي على اللقب، المنافسه هتبتدي بينهم بس بعد الفاصل. برنامج اكس فاكتور اتميز عن غيره من البرامج من ناحيه اختيار المشتركين وطريقه توزيعهم على اربع فئات مختلفه، وخصوصا فئه الفرق، لان اكس فاكتور هو البرنامج الوحيد اللي اداهم الفرصه دي. وعشان كده هنبتدي حلقتنا من عند كارول. قدم لنا الفرقه. مش بحاجه بعتقد اني اعرف عن فريقي بقى، لانه تميز ولمع كفاية ببرنامج اكس فاكتور. بقدم لكم يونغ فاروز من مصر. اللايف شو اللي فات غنينا اول اغنية لينا كانت بحب الناس الرايقة. انا من الاسبوع اللي فات صوتي ما كانش لسه بقوته، ما اديتش 100% من اللي انا اقدر اعمله. ما كنتي موفقة كتير بالاغنية. شوي في قساوة بالعربي لانه بالانجليزي انت بتملكيها.
تاني بيرفورمانس كل واحد حط كل الطاقه بتاعته فيها. كنا ساعتها خايفين ان احنا ننزل على مرحله الخطر تاني. رائعين، هذا ملعبكم. برافو شهد، عن جد هذا ملعبك يونغ فيروز. المفاجاه المره دي ان احنا اسمنا اتقال اول ناس، حسينا ان اللي هو التعب بتاع الاسبوع ده كله راح وخلاص اطمنا ان احنا خلاص الحمد لله في السيمي فاينل. لما باجي انا وميشو نكتب الاغاني بتاعتنا بعد اختيار الاغنيه على طول طبعا بنشوف الاغنيه ازاي ممكن نقلبها، عشان بيبقى في اغاني اصلا ما فيهاش راب بنحدد لها فكره من اول وجديد. تبتدي من هنا الخناقات والحوارات ويقعد يحصل كل حاجه بقى فاشل في الدراسه لا بس كله مصلحه الفريق مش خناق شخصي. ربنا يوفقكم، ربنا يوفقنا. هذه الاغنيه فيها كتير مزح وفيها تمثيل كتير، لازم تمثلوا بهيدي الغنية. بعد كل هالمرحلة الصعبة اللي تخطوها أنا برجع بأكلكم إنه اليوم كفاروز أكيد على الفاينلز. يونغ فيروز. شعر برضه مفيش تقديم، قاعدين على القهوة جنب اللي اتخرجوا بامتياز. أمل الصح يا ابن عم فكك ليه كلام الناس. نايمة الدنيا زحمة إلخ إلخ أبوك قفش السجاير رفض وقعته في الفوق. ياو أنا رابر مش شاعر بواطن حر مش تابع عقلي بيزاد من لاحي ناس بدون متابع. مامتي بتدعي الذكاء يبقى عندي هدفي إن أنجح مش نوبل البرادعي. بدي اهنيكم على هالحماس اللي بعدكم فيه والمسرح اللي بقلكم، وبتمنى انه الناس تصوتكم. الشيء الحلو عندكم كفريق انه كل مره بتطلعوا، يعني انا شخصيا بستمتع وبتسلى بوجودكم على المسرح. ما عندي تعليق لانه بما انه نحن ما بقى يعني كثير لنا دخل، انا كنت مبسوطه منكم كثير واكيد بتمنى العالم تصوت لكم. يعني الحمد لله على سلامة المسرح، وكنتم مميزين ورائعين، واحنا فخورين بنوبل وان شاء الله توصلوا لها. الله يوفقكم. يونغ فيروز، شو بدي احكي عنكم؟ يعني ما في لزوم اني احكي عنكم. 18 سنة الأعمار، إن كان شهد عمره 18، إن كان أيمن وميشو 19، 20 سنة، قمة الاحتراف. أنا فخورة فخورة فيكم كثير. واي بي باسل، واي بي يو روت ذا ستيج.
انا هتكلم جد بقى دلوقتي شويه. اسبوع واحد على الفاينلز، عملتوا ايه واشتغلتوا ازاي عشان تضمنوا مكانكم الاسبوع اللي جاي؟ اول حاجه احنا لازم نجدد في المواضيع دي، اهم حاجه عندنا، ودي اللي بيبقى فيها دايما المشكله، ان احنا ما ينفعش نعمل موضوعين زي بعض، يعني زي الاسبوع اللي فات. كل اسبوع لازم نعمل موضوع جديد، ده اول حاجه. تاني حاجه عندنا موضوع الكتابه، ده بياخد في اسبوع اغنيتين نلاقي الفكره نفسها، فده اللي بيتعبنا. الاغنيه الجماعيه كمان، الاغنيه الجماعيه الثالثه، ف ثلاث اغاني كل اسبوع بتضطروا تكتبوهم تتدربوا عليهم وتغنوا. بنحب كل مره ان احنا واحنا طالعين على المسرح نقول للناس ان كل مره كنا بيتعرفوا علينا من اول وجديد، كل مره كنا لسه طالعين على المسرح لسه الناس ما تعرفش مين الواي بي، بنطلع بنأدي يعني 110% اللي عندنا عشان الناس تعجبهم كل مره احسن من اللي فاتت. صدقني الناس بتعرف مين الواي بي. يونج فاروز عايزين يوصلوا للاسبوع الاخير، صوتوا لهم عشان تحققوا لهم حلمهم. يونج فاروز من مصر رقمهم واحد. كل المعلومات والارقام اللي انتوا عايزين تعرفوها عشان تصوتوا هتلاقوها على موقع البرنامج axfactorarabia.com. ودلوقتي تعالوا نشوف المشتركين عاملين ايه مع يسرى في الباك ستيج. هنا في الباك ستيج ادهم وابراهيم ومحمد ريفي قلقانين جدا، لان النهارده لازم يغنوا كويس عشان ما يخسروش حلمهم في الاكس فاكتور. هنسمعهم ونشوفهم على مسرح بس بعد الفاصل. سقف المنافسه عالي، الاجواء بقت حاميه، والمشتركين كلهم عايزين يوصلوا للقب. هنتنقل دلوقتي لفئه ما فوق ال 25، واللي هيقدمه حسين. راح اقدم لكم اليوم صوت ليبيا وصوت العرب في اكس فاكتور العرب، ابراهيم من ليبيا. الاسبوع اللي فات قدمت اغنيتين، واحده طربيه واحده شبابيه. لجنة الحكم كانت راضية على الأداء. والله يا إبراهيم ما كنت حابب أن تخلص هالأغنية. أنت لمعت. حلقة النتائج اللي فاتت كانت جدا رعب. مش فاضل غير مكان واحد بس. مبروك لإبراهيم عبد العظيم. قالوا اسمي ثالث واحد، فرحت في نفس الوقت لما دخلت باكستيج شفت حقهم. بصراحة زعلت، زعلت بشكل لا يوصف. هو كان يغني، انا يعني مش عارف، طلعت من عالمي يعني. ممنونك انا يا علبة. ان شاء الله نكون واقف انا وياه في الفاينل، اتمنى من ربي اني نكون واقف انا وياه في الفاينل. جد رح استبعد ايمان، سوري. مبروك ادهم، تقدر ترجع لزمايلك بالباك ستيج. كريشندو في البداية، كل أسبوع أنت تغني فيه مجازفة. إبراهيم عبد العظيم. يقول
إبراهيم كيف ما بتزدتوا لصوتك بيجي واقف. كثير لفت لي نظري ثقتك بنفسك اليوم، حضورك ومغنيك فيهم كثير ثقة بالنفس، وهذا الشيء كثير بخليك تكون كمان معنا بالأسبوع الجاي بالفاينلز بآخر حلقة. يا رب. إبراهيم بما أنه وصلت لهالمرحلة، هالمرحلة كثير مهمة ولا يستهان بها، بعتبر أنه أنت قطعت شوط كثير مهم، والشوط الثاني لو إذا أخذت معك الصبايا تكمل. موفق. إبراهيم. نعم. ما بعرف ليش حسيت إنه صوتك مش مفتوح على الآخر، أو مش من كل ما بعرف، أو من كل قلبك عم بتغني، بس في شيء هيك عم بقول له لحسين بعيد كان صوتك وأنت تغني. بعيد يعني ما وصل لي كل شيء غنيته، بس بالمطلق إنه أنا مبسوطة فيك يعني. شكرا لك. شكرا. إبراهيم. اليوم أنا راهن فيك على الإكس فاكتور، أنت أعتقد حتكون الإكس فاكتور لهالسنة. الله يوفقك. أحسنت. إبراهيم. بما أن الخوف بيزيد والمنافسة بتشتد، إيه أكتر حاجة بتركز عليها وأنت واقف على المسرح بتغني؟ نركز عليها لازم إني نعيش الأغنية ونوصلها للمشاهدين والمستمعين، نوصل إنهم يقتنعوا بالأغنية اللي نغنيها، أهم حاجة هذه. إبراهيم المشترك الثاني اللي قدم أجمل ما عنده ومستني دعمكم وتصويتكم، إبراهيم عبد العظيم من ليبيا رقمه؟ 2. 2. كل المشتركين مستنيين تصويتكم عشان يقدروا يكونوا معانا الأسبوع اللي جاي، ولأي معلومات إضافية ما تترددوش في زيارة موقع البرنامج xfactorarabia.com. شفتوا 2 من المشتركين ولسه فاضل أدهم والريفي، هيغنوا إيه؟ نجاوب بعد الفاصل. رجعنا لكم في حلقة من أضخم حلقات إكس فاكتور، واللي قدر يوصل للمرحلة دي هو نجم في عيون كل اللي تابعوه وحبوه. الدور على الشاب الوحيد من فريق وائل، تحب تقدمه لنا إزاي؟ أنا شو بدنا نقعد نحذر العالم؟ ما بفهم إنه خلص رح أقدم لكم نجم المستقبل أدهم نابلسي وانتهى. انت مش رح تكون بس نجم اكس فاكتور، انت رح تكون نجم على كل المواهب وعلى كل البرامج الهواة اللي موجودة اليوم على كل التلفزيونات. الليل الماضي من الحكي اللي حكى لي اياه وائل خلاني كثير انبسط وحس اني انا يمكن كنت قد المسؤولية. يوم الجمعة كل اسم كان حتى كنت احكي انه يمكن هاي المرة ما ينحكى اسمي. مش فاضل غير مكان واحد بس. لما ضليت انا وايمان وابراهيم توقعت اكون انا وابراهيم، لما حكوا انه انا وايمان خفاف كنت بضحك عادي. ضلت اضحك لحد ما رحنا عند الباك ستيج، هون بلشت انا احس بالموضوع يعني. ان شاء الله خير يا رب. لما اجى وقت اني انا اغني كنت بحاله غريبه يعني، هو انا معصب وانا مبسوط بضحك، ما كنت شايف ولا مسرح ولا جمهور ولا حدا، من كتر ما ايدي كانت ترجف كنت بدي خلص اكب المايك. اول مره بحس هذا الاحساس وانا بغني، بس خلصت الاغنيه ما كنت مستنيه مين فينا راح يضل ومين فينا راح يطلع. كثير صعب لما تحس انه انت حطمت حلم حدا يعني. رح استبعد إيمان. الموقف اللي حطيت فيه اللايف الماضي خلاني شوي أصحى حالي. هذا اللايف قبل الأخير، مشوار الألف خطوة ما ضلش فيها خطوة واحدة، وإن شاء الله أقدر أكملها للآخر. هو الفنان بالنهاية لازم يتعرض لخطر ليتحمل مسؤولية أكثر ويشد حاله أكثر، وإن شاء الله يكون تعلم من هالنقطة هي. صار اللقب شايفه أنا قريب مني ولازم أخده يعني خلاص. شفت بعيني يا حبيبي معاك الدنيا دي وخدني هوا اتمنى
حبيت الأغنية السريعة معك، خلينا نشوفك بنوع جديد بالبوب سونج يعني، واللي بقلت لك ويا ريت العالم بتشوفك مثل ما اتليست أنا عم شوفك. أدهم، أحس أن محاولة اختيارك للأغنية هذه واختيار وائل محاولة ذكية جدا. اليوم من أجمل الأداء اللي شفته أدائك، أعتقد أتمنى لك التوفيق إن شاء الله نشوفك نجم دائما مثل ما طرحت. أدهم، الناس بس لأنه بالبيت ما بيعرفوا كتير إنه أصعب أغاني تتغنى لايف على المسرح هي أغاني الهاوس السريعة، حتى أصعب من الأغاني الطربية لأنه الإيقاع بيكون كتير سريع والموسيقى بتكون كتير قليلة، فهذا الشيء كتير صعب وبرافو على جرأتك إنه نقيت هذا اللون. شكراً. أنا برأيي إنك تغير الهاوس تبعك اللي عايش فيه بمطرح ببلدك وتنقل لعنا على لبنان، لأنه إطلالاتك على المسارح اللبنانية رح تكون مكثفة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. أيوة بقى، إزيك؟ تمام. احكي لي، في شياكة زيادة النهاردة؟ طالع بشبهك حبيب قلبي. قول لي قد ايه ان انت غيرت نوع الاغنيه، انت حاسس انت عملت كويس ولا كان مجازفه بالنسبه لك؟ حاسس بيه؟ اكيد مجازفه، والحمد لله عجب لجنه التحكيم وان شاء الله يعجب الجمهور. ادهم مصر يوصل للنهائيات بس مش هيقدر يكمل لوحده، هو محتاج لدعمكم وتصويتكم. ادهم نابلسي من الاردن رقمه 3. xfactorarabia.com هو الموقع اللي هتلاقوا عليه كل المعلومات والأرقام الخاصة بالتصويت. محمد الريفي هو المشترك الأخير اللي بيحضر نفسه عشان يقدم أفضل ما عنده، هيعمل إيه؟ الجواب بعد الفاصل. رجعنا لكم من الفاصل، وما تنسوش ان ابتداء من الاسبوع ده تصويتكم لوحده هو اللي بيحسم النتيجه، والمشتركين مصيرهم بين ايديكم. اخر مشترك هيغني في اول ظهور هو من فئه ما فوق ال 25، واللي هيقدمه لنا حسين. راح اقدم لكم اليوم بركان المسيره الخضراء. يوم الخميس ما كنتش متوقع بصير فنائي في الاغنيه الاولى، لان تنقول لك تصدمت معه. الاغنيه ما حبيتها كثير منك،
في مصاري رح تحضر حالك ورح انت تنتقد حالك مش انا. بس بالنسبه للاداء اليوم ما كان افضل اداء لك. ما توقعتش الرد للإليس والكفوري، وانا شنقول لك في الاخر الراي راي يحترم لانهم لجنه كبار، وتنقولوا دوما اي راي تقولوا إليس ولا الكفوري ولا كارول ولا سيد حسين تناخذ حيث تناخذ بالعين الاعتبار. عصبت لاني ما كنتش متوقع. كلمني بها كلمني. ما كنتش متوقع الصيفه نهائيه كاع، حتى 1% ما كنتش متوقع. الحمد لله لولا السيد حسين جاسمي تكلم معايا وهضر معايا والحمد لله قال لي غتدخل وغتغني والحمد لله اديت احسن ما راه. لولا السيد حسين جاسمي ما كنت غادي نغني كاع. يا دنيا هاتي كمان هاتي. للموال الريفي امتعتنا بالفعل امتعتنا. كان لازم نعطيك ملاحظه لتأدي بهالشكل هلا. اعتقد انت الاكس فاكتور. محمد ريف. ريفي بالإضافة للموال الريفي والكاركتير الريفي على المسرح، أنا مبسوطة بخيارك للأغنية لأنه هالأغنية كتير حسيت لصوتك. هي أغنية مغربية ولمع فيها صوتك وهيدا لونك وهيدا عالمك وهيدا جوك.
ريفي حضورك وصوتك بلوروا عنا. الباقي على الناس هي اللي راح تصوت لك وان شاء الله انه تصوت لك. ثانك يو. بتتقبل ملاحظه ما بتطلع بتزعل برا؟ بتتقبل؟ اوكي. انا ما راح اقول شيء يعني قيم ابدا ادائك اليوم، راح اترك للجمهور يلي هو متكفل بهالشيء اليوم، بس بدي اطلب منك طلب انه دائما تتوقع انه راح تاخذ ملاحظه هلا واذا ربحت واذا بقيت لبعدين، لانه رح يعني العالم والصحافه راح تنتقدك كثير، بدك تتعلم تتوقع أسوأ الملاحظات، بس هيدي اللي بدي اقول لك اياها، ما راح احكم على انا جو نيمار تيتر. شو السرعه هاي، شو السرعه هاي، ما شاء الله عليك. اول شيء انا فخور فيك انت وابراهيم والاربعه اللي موجودين اليوم واللي شاركوا معنا 13، بس انت اليوم اثبت ووجهت رساله شكر منك الى الشعب المغربي العظيم اللي قاعد يشجعك وقاعد يرشحك ويصوت لك. اعتقد انك انت شكرتهم اليوم وانت محتاج لدعمهم عشان توصل للفاينل، وان شاء الله تكون انت الاكس فاكتور كذلك. الله يوفقك. محمد الريفي، بما انك اخر مشترك من المغرب مستمر في المنافسه، قد ايه حاسس ان المسؤوليه كبيره عليك؟ صراحه انا بقيت المغربي الوحيد وانا فرحان اليوم لانني غنيت في برايم 9 من اقوى البرايمات وغنيت مغربي، وبلادي تيساندوني وبلاد اخرين، وانا فرحان بزاف حيت غنيت مغربي، وانا نشكرهم شويه حيت هما تيدعموني وانا خاصني نشكر بلادي بزاف، وانا هديت لهم اليوم هذه الاغنيه. فرحان فرحان بزاف بزاف حيت مغربي. اهم حاجه انك تبقى فرحان. محمد الريفي مش حابب يخسر المنافسه من بعد ما وصل لهنا، وعشان يضمن مكانه في النهائيات هو محتاج لتصويتكم. محمد الريفي من المغرب رقمه 4. لأي معلومات إضافية عن طريقة التصويت زوروا xfactorarabia.com. ده كان أول ظهور للمشتركين الأربعة، خلونا نفكركم إزاي غنوا وإيه هي أرقامهم في التصويت. أنا الباكي أنا الحزان وأنا اللي في المحبة ما بعين راسي وأنا الغير المحبة ما بضع في الراس من غير ما توصف لي وكان البعاد إيجوك وبحس بيك حبيبي أوان الظهور الأول للمشتركين انتهى، ولسه فاضل أغنية واحدة لكل مشترك، وأكيد كلهم مستنيين دعمكم. وعشان تكونوا قريبين منهم أكتر، حملوا أبليكيشن إكس فاكتور أرابيا الخاص بالبرنامج على أي نظام iOS أو أندرويد للتواصل معاهم في أي وقت. المشتركين النهاردة بيحاولوا على قد ما يقدروا يقنعوكم إنهم يستاهلوا التأهل للأسبوع النهائي. هنكمل مع الغنى ونشوف باقي المشتركين بس بعد الفاصل. مشاهدي شاشة سي بي سي مصر، روتانا خليجية، أم تي في لبنان، ومادي أن تي في المغرب، أنتوا بتتابعوا البرنامج الأضخم في العالم العربي The X Factor. كمان مرة هنروح عند كارول عشان تقدم لنا الفرقة الأخيرة في X Factor. رح تشوفوا هالمرة إطلالة لليونغ فاروز جديدة بأول إطلالة مسرحية بمشهد مسرحي لألون يونغ فاروز. فرعنا اللي نحبهم كلنا، تيم حلو، فريق حلو، فرقة مهضومة وموهوبة ما في شك، مواضيعهم فظيعة شبابية ونحن بحاجة لهالشيء هيدا. شهد صوتها كثير قوي ملكتها يعني، بس كجروب كلهم كثير منيح. أنا بحمسهم. يكسرون المسرح دائما ونضطر انه نعمل مسرح جديد بس يستاهلوا. إذا فعلا بدكم شيء جديد بالفن وبدكم موهبة مميزة وفريدة من نوعها، صوتوا لليونغ فاروز على الرقم واحد.
يونغ بيكس. زاد اللي فات مات، بس شريط الاسود على الصوره مات. من الشهاد حقوق الحيوان والانسان في كفه، بس النخبه في كفه تانيه. الكرسي خلى رصيد البنك زاد اتشطر، مش بناحيتك تكفر. بالخط الاحمر بيستنالي الغلطه ومن تحتيها تسطر. السما لما تمطر ما بتفرقش ديانه البشر، انت تخين خطر. بس الظلم ظل اخضر. يعني ان شاء الله كل شيء بيصلح وبتصلح بلداننا العربيه وبصير في عندنا سلام ومحبه. اول شيء بدي لك الحمد لله على السلامه. يسلمك ويسلمك. عطلتينا همك، بس الفنان لازم يوقع وهذه جدا مفيده لإله ليرجع يوقف ويكفي مسيرته. الله يوفقكم. يعني الفنان لازم يوقع، بس مش هيك وقع. ان شاء الله ما تكوني وجعت. مرنت يعني كله منيح، بس انا ما تقبلت كيف فوتوها لشهد، ولو انه لقيتها كثير اجريسيف صراحه، بس اكيد شهد عالبه مثل عسل يعني. بس بالمطلق كله منيح معكم. يانغ فيروز توحشونا. لا، كل واحد فيكم اليوم كل واحد فيكم مكمل الثاني. اليوم واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. أحسنتوا. أنا يونغ فيروز بهنيكم على هالمشهد المسرحي الرائع، أدائكم كان رائع. بس أنا بدي أقول شيء الناس ما بتعرفه أبداً، إنه هالموهبة الكتابة اللي عم تسمعوها، النص اللي عم بيكتبوه كل أسبوع، لأول مرة بقول إنه أيمن جده بيكون محمد علي ماهر، هو كاتب فيلم الرسالة. ف ما في شك إنه هالموهبة، هالموهبة الكتابة أكيد من العيلة، وأنا فخورة كثير. وصوته لليونغ فيروز. يونغ فيروز، مش معقولة أنتوا كل أسبوع بتفاجئونا بحاجات جديدة. بس انا احنا كنا عايزين نشكر كارول قوي ان هي تعبت معانا في احنا نعمل المشهد ده، وبالذات انا في الوقعه قعدت كتير قوي. انا كمان انا وعم بعمل التمرين انا مروحه اجري على فكره، كمان اجري كلها زرقاء يعني، فبقدر اجري كمان. بس بنقول ميرسي جدا لكارول. للمرة الثانية شفتوا وسمعتوا يانغ فيروز، وعشان يكون ليهم مكان في الحلقة النهائية هم أكيد محتاجين تصويتكم. يانغ فيروز من مصر رقمهم واحد. شكرا. شكرا.
كل المعلومات اللي انتوا عاوزينها زي ارقام المتسابقين، طريقه التصويت ورقم البلد اللي هتبعتوا منها هتلاقوها على موقع البرنامج xfactorarabia.com. المنافسه والتحدي بين المشتركين لسه ما خلصوش، خليكم متابعينا عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل. اما دلوقتي فهنروح لباسل والمشتركين في بيبسي روم. من البيبسي روم حيث التويتس والفيسبوك مسجز، ومعايا ابراهيم وادهم، كل واحد هيقرا لنا تويته. ابراهيم. من نور احمد الاسمر الهادي الجميل العاقل، كان اختيارك النهارده اكثر من حلو واكثر من جميل، شكرا يا نور. الاسمر يا هادي انت. ادهم. نهاد بتحكي نقله جديده لادهم في ادائه الليله، بعيد عن الاغاني الهاديه وانتقل للاغاني السريعه، حلوه حتى حبيتها كثير. كله حبك. شهد سلامتك. الله يسلمك. كويسه دلوقتي؟ احسن الحمد لله، بس طبعا ركبي مش حاسه بيها خالص بقى. طب هنروح فاصل ونرجع لحد ما شهد تبقى تمام. مشاهدينا، اكيد ولا مشترك عايز يمشي، خصوصا بعد ما وصل للاسبوع قبل الاخير من البرنامج. مش ناقص غير خطوة واحدة بس، يا الفوز يا الوداع. الدور كمان مرة على فئة ما فوق ال 25، يعني من عند حسين. أقدم لكم الشاكي والباكي والحساس والأسمر والهادي. إبراهيم عبد العظيم بالنسبة إلي مطرب، إنسان موهوب ولطيف كتير، صوته هيك حنون وعنده حنية بصوته. الشيء الحلو أكتر طيب على وجهه وهو عم بيغني. أي لون بتعطيه وأي أغنية بتعطيها بيتصرف فيها وبيحليها بطريقته الحلوة ومن دون مبالغة، وعنده كاركتير بصوته ما بيشبه البقية، فمشان هيك أنا سميته الجوكر. القمة مكان إبراهيم، صوته على الرقم 2 عشان يحافظ على هالقمة. إبراهيم عبد العظيم. جوني ما كرهت ملي طلع دابي بهذه الغيبة، جوني ما كرهت ملي اتمنيت
إبراهيم. من أجمل ما غنيت على مسرح إكس فاكتور لإلي أنا اليوم صراحة، يعني العرب هيدي أغنية مغربية وعندها عرب مغربي خاصة بأهل المغرب، وانت قدرت تتملك بهالعرب هيدي بليونة صوتك وجمال احساسك بهالاغنية، انا بهنيك من كل قلبي. شكرا استاذة، شكرا. ابراهيم انا بدي ايد استاذنا الكبير استاذ حسين حبيبي، تفضل. وبدي اقول لك انه انت الشاقي وانت الباقي وانت الحساس. طبعا الأغنية كتير لبقت لك، وما في شك بينت مقدرتك الصوتية واللعب بصوتك بطريقة كتير كتير واثقة، أكيد انبسطت أكثر من هالمرة كتير. إبراهيم أعتقد أن ما بقالون ما شاء الله عليك ما غنيته، وهذه الملامح الأكس فاكتور اللي احنا نبحث عنها، أعتقد أنك اليوم أثبت للكل أنك مثقف موسيقيا، نقلاتك والعرب خلينا نقول يعني الصعبة جدا اللي ممكن يغنيها أي واحد على المسرح لايف، أعتقد أنك اليوم أثبتت أنك تستاهل تكون إن شاء الله في الفاينل. الله يوفقك. إبراهيم أحسن، عايز أحييك على كل التعليقات الحلوة اللي جات لك من لجنة التحكيم. نوجه لهم أول حاجة نوجه لهم شكر طبعا، لولاكم ولولا دعمكم واصراركم اني نام معكم اليوم وملاحظاتكم وكل شيء، انا يعني فتحت شهيتي لكل اللهجات بفضلكم انتم بفضل الجمهور، هذه حاجه. ثاني حاجه اسمحوا لي بس بعد اذن اللجنه واذنكم نوجه احر التعازي لاهلنا في بنغازي، الاهالي ضحايا التفجير الغاشم اللي صار، وان شاء الله يعم الامن وامان في ليبيا وكل الوطن العربي يا رب. يا رب ان شاء الله. إبراهيم غنى للمرة الثانية، وعشان يقدر يكمل المنافسة على لقب إكس فاكتور لازم تصوتوا له. إبراهيم عبد العظيم من ليبيا رقمه 2. لأي معلومات إضافية زوروا موقع البرنامج xfactorarabia.com. وللمرة الثانية هنروح عند وائل عشان يقدم لنا الشاب اللي مستنيين نشوفه كمان مرة على مسرح اكس فاكتور. انا بدي اقدمه. انت وائل والله؟ عن جد؟ اوكي. لا لانه الروز بونبون شوي ضيعني. جوز بونبون خجلته. انه ادهم نابلسي، بقدم لكم ادهم نابلسي. ادهم نابلسي كاريزما، راقي، عنده حضور هيك ناعم كثير، عنده صوت حلو، شخصية محبوبة كثيرة، عنده كاركتر وأنا بلاقيه نجم، بيجمع بين الصوت الحلو والحضور الحلو والكاريزما وقربه للقلب، بلاقي عنده الإكس فاكتور. على الرقم 3 صوته للنابلسي على صوته. أدهم نابلسي.
أجمل يوم في حياتي يوم ما قابلتك يا حياتي. ما قدرتش أتحمل من غير ما أفكر لحظة لقيتني بدوب في هواك. خدتني من كل الناس عشت في أجمل إحساس ونسيت يا حبيبي الدنيا معاك. لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك برجع مشتاق لعنيك. ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش أجمل أيام. أنا شايلك جوا عناي والدنيا دي شهد عليا. أنا جنب وبحبك مش ممكن أقدر أنا يا حبيبي يوم أنساك. بتمنى العمر يطول وافضل احبك على طول. ده انا يا ما حلمت اكون وياك. لو اقول لك اني بحبك الحب شوية عليك لو ثانية انا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك. ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش اجمل ايام. شوية عليك لو ثانية انا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك. ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش اجمل أكتر. وبشوفك صراحة نجم وبوعدك أول حفلة بتعملها بصرف النظر إذا ربحت إكس فاكتور أو لا أنا رح كون موجودة عم بحضر. إبراهيم اختيارات اليوم مناسبة. أهنيك على أدائك أتمنى لك التوفيق. بس أنا شايف فيك ملامح نجم وشايف أنك تستحق حقيقة أنك تستمر. أتمنى لك التوفيق وأتمنى أن الناس صوتوا لك. أدهم أنا كمان ضم صوتي لصوت اللجنة وبقول لك فيك ملامح الإكس فاكتور. أنا ما عندي كثير أشياء أولى ولكن اللي بدي أقوله أنه أجري على أجريك. أدهم عندك وائل وعندك إليسا لو عملت أي حفلة هيحضروها سواء خزيب. وعد هيدا. ده وعد. ده وعد. أنا مش هقولها غير يا بختك يا أدهم. شكرا كثير لكم وكلامكم والله فوق راسي. أدهم غنى للمرة الثانية النهاردة على مطرح إكس فاكتور وعشان تشوفوه الأسبوع الأخير صوتوا له. أدهم نبيسي من الأردن رقمه 3. كل المشتركين مستنيين تصويتكم عشان يقدروا يكونوا معانا الاسبوع اللي جاي. ولاي معلومات اضافيه زوروا موقع برنامجنا xfactorarabia.com. ودلوقتي هنعرف يسرى عامله ايه في بيبسي روم. هنا في بيبسي روم احنا قاعدين بنقرا تويتس واليانج فيروز جالهم تويت لذيذه. واحد الامير بيقول لنا انا هسرق تليفون ابويا وهصوت لكم منه بس ما حدش يقول له. ما حدش يقول له. كل المشتركين متحمسين بس للاسف واحد منهم بس هياخد الجائزه الكبرى. عقد انتاج موسيقي من سوني ميوزك وروتانا للصوتيات وكمان هيكون نجم من نجوم بيبسي. فاصل وهنرجع لكم. وصلنا للقسم الاخير من حلقتنا النهارده. برنامج اكس فاكتور ساب بصمه عمرها ما هتتمسح من عقول وقلوب كل اللي تابعوه وشافوه. واخر مشترك هنشوفه وهنسمعه هو من فئه ما فوق ال 25 استاذ حسين بعد اذنك تقدمه لي. هقدم لكم اليوم عاصفه
بركانية مغربية عربية ريفي. محمد الريفي أنا بصنفه مطرب الشعبي، عنده كتير طاقة إيجابية بكبة وبتوصل، هيدي شغلة كتير منيحة. مشبص بده يلين شوي ليتقبل النصايح، عنده حضور كبير صراحة بشكله بصوته، وهذا النوع من الفنانين عندهم جماهيرية كتير كبيرة لأنه بمثلوا الفئة الشعبية. تميز وإدهاش الريفي محتاج لتصويتكم على الرقم 4، يستاهل الريفي. محمد ريفي.
ريفي غنائك اليوم، غنائك بهالأغنية بيختصروا أنا بكلمتين: ذكاء واحتيال. غنائك فيه احتيال بهالأغنية بالذات. برافو. شكرا. يعني انتوا عندكم قمر في السماء واحنا عندنا قمر على الارض. ولا كده. شكرا. خلصت؟ ريفي، لا انا كثير انبسطت من ادائك هالاغنيه صراحه، ومقتنعه طبعا باللي عم تقديه. شكرا. برافو. شكرا. ريفي طبعا ما انسى اثني على الفرقه الموسيقيه بقياده هادي الشراره. شكرا. هادي كثير وجورج والفرقه كلهم. واعتقد انه روتانا وبيبسي وسوني ريكوردز يجهزوا العقود بسرعه، لانه عندنا نجم جاي في الايام الجايه. الله يوفقك. ده كلام كبير 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 كبير. الله. في ريكوردز وفي عقود وفي ايه قصه. احسنت يا ريفي. محمد الريفي اخر مشترك غنى على مسرح اكس فاكتور النهارده، ولو عايزين تشوفوه تاني صوتوا له. محمد الريفي من المغرب رقمه 4. كل المشتركين معتمدين عليكم، وعشان تعرفوا كل المعلومات الخاصة بيهم زوروا موقع برنامجنا xfactorarabia.com. وبكده تكونوا شفتوا كل المشتركين مرتين، كل مرة كانت مختلفة عن التانية، وبقى عندكم فكرة مين منهم حابين توصلوا للأسبوع الأخير. التصويت مفتوح لحد بكرة الساعة 6:10 بتوقيت جرينتش، والأرقام الخاصة بالتصويت من كل بلد هتشوفوها على الشاشة. المشتركين وضعهم صعب، وفي المرحلة دي تصويتكم أساسي. وما تنسوش بعد الحلقة الساعة 10:30 بتوقيت مصر، مشتركي إكس فاكتور هيجاوبوكم على كل أسئلتكم اللي بتبعتوها على هاشتاج بيبسي إكس فاكتور من خلال بيبسي تشات. ودلوقتي هنشوف إزاي المشتركين غنوا في إطلالتهم الثانية في حلقة النهاردة، وهنفكركم بأرقامهم في التصويت. المشتركين الأربعة اللي بكرة هيبقوا ثلاثة، تصويتكم هو اللي هيحكم على واحد من المشتركين بأنه يخسر استمراره في المنافسة. الأسبوع ده هينهي مشوار واحد من المشتركين قبل النهاية بأسبوع واحد، بس ما تنسوش ضيف حلقة النتائج النجم صابر الرباعي. اللقاء أكيد هيتجدد بكرة. تصبحوا على ألف خير.